بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن أنواع الفيتامينات. واليوم راح أتكلم عن فيتامين واحد، وإن شاء الله في الدروس القادمة راح نفصل أكثر. من الفيتامينات المهمة جدا اللي هو فيتامين A. طبعا يتواجد هذا الفيتامين في مثل زيت السمك والأغذية الحيوانية كاللحم والبيض والكبد، وطبعا يتركز هذا الفيتامين في الحليب. وأيضا عندما ينقص هذا الفيتامين عند الحامل أو الإنسان يؤدي إلى تأخر بزوغ أسنان الطفل الرضيع، وعند بزوغ يعني أسنانه تكون باللون الكامد تقريبا وتفقد اللمعة المعتادة للأسنان، ويعني أيضا تفقد جزء من قوتها بسبب عدم توفر الفيتامين بنسبة كبيرة جدا. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم يتكلم عن الفيتامينات.